سألنا المستمعين عن رأيهم بمدى التزام المدارس الخاصة بالخصومات على التعليم عن بعد، وكانت هاي بعض إجاباتهم. المايك معك. شغلة الخصم أخ طارق، للعلم في مدارس أعطت خصم 30 و50%، وأنا شخصيا مرينا في تجربة 50% و30% وخصم وقالوا بدنا نمشي، وبس طلع قرار وزارة التربية والتعليم صاروا بدهم يرجعوا بكلامهم. طبعا في ناس اللي طلع عليهم بالصوت العالي ما رجعوا، صاروا يتململوا، كانوا مستعدين يعطوا 30 و50. انت يا وزارة ليش تتفلسفي وتقولي 15% الخصم اذا الناس مستعدين يعطوا اكثر من هيك لاصحاب المدارس؟ صباح الخير طارق، صباح الخير للجميع. بالنسبة لموضوع المدارس، المثل بيقول لا تجرب المجرب بيكون عقلك مخرب. يعني كم مرة طلع وقال رح ترجع العودة، رح تكون في عودة للمدارس ورح يرجعوا للمدارس، وبالآخر حطوهم كلهم أونلاين ببداية الفصل الدراسي. فاتركوا الأمور، أنا بقول يعني نصيحة للأهلي، لا يوجعوا راسهم. متنا، اندبحنا، استوينا، تشعتلنا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إحنا كأمهات عاملات لكن ما باليد حيلة. بالنسبة للمدارس الخاصة اللي أنا عم بشوفها، من المدرسة اللي حطها فيها بناتي كتر خيرهم، ما عم بيأثروا، عم بيعطوا كل جهدهم، البنات عم بيستفيدوا إلى حد كبير، مش زي المدرسة لكن عم بيستفيدوا، وبالتالي حقهم إني أدفع لهم القسط. ويعطيكم العافية. صباح الخير طارق. طارق الله يعينه المهندس بشار المنسق الحملة، أكيد عله قلبه وهو بحاول يحكي تليفونات برد، عشان عارف شو اللي بيحكي عنه. تبعت إيميل يمكن إذا ردوا عليك بردوا بإشي ما له علاقة أو ما حل موضوع. يعني من شهر 3 زي ما تفضلت أستاذ طارق مش عارفين نقعد، هذا لو قعدنا عشان نتفاهم بدنا سنين. خلص المدرسة الخاصة التعليم الوجاهي كان بيكلفها أكتر ب20-30%، اعكس هاي النسبة على خصم للأهالي وخلصت فكت، وتكون بيد من حديد برقابة الدولة. أما عن المؤاخذة يطلع الدكتور الصوراني، يطلع لجنة الكذا، نقابة الكذا، عن المؤاخذة نقابة المدارس الخاصة أقوى من نقابة المعلمين لما كانت تمثل كل معلمين الأردن، مش عارفين ينمون عليهم المدارس الخاصة؟ طارق صباح الخير. طبعا بخصوص المدارس، الحكومة ليش تغلب حالها؟ طلع أمر الدفاع بتلزم المدارس بخصم A B وبتجبر الأهالي يدفعوا الأقساط، وهيك الأمور بتتنظم. يعني الأمور أسهل من هيك. ويا أخ طارق، نحن بدنا ننظر لقدام. هلأ العام الدراسي 21-22، يعني الفصل الأول السنة الجاي، لا تتوقع أنه لح يكون في دوام كمان. يعني حتى مع اللقاح ما لح يكون الدوام منتظم 100%. ما عليهم إلا يطلعوا بس أمر دفاع ينظموا هالعلاقة هاي والكل بيلتزم. صباح الخير طارق. والله أنا بدي أتكلم بالنسبة للمدارس الخاصة. للأسف المدارس الخاصة تغولت على الناس وتغولت على المعلمين، وكثير من المعلمين فقدوا وظائفهم جورا وبهتانا من أصحاب المدارس الخاصة. فيعني صراحة الموضوع لازم حل سريع، لازم الوزارة، وزارة التربية والتعليم تتدخل بالموضوع وتنهي الموضوع كامل. شكرا، يعطيك العافية. صباح الخير طارق. أنا ابني مدرسته عملت خصم 40%، ولما رحت أسدد القسط قبل أسبوع تفاجأت بحكولي إنه ابنك أنت ماخد منحة أصلاً من قبل، يعني هو قسمه من قسطه من الأساس في عليه خصم، فما بيطلع لكم خصم أونلاين. يا هذا الخصم يا هذا الخصم، بدكم تختاروا واحد منهم. فما بعرف فعلياً هيك بكون صح ولا يعني هذا في تلاعب أو لا. صباح الخير طارق، وصباح الخير للجميع. الكل قاعد بطالب يا إما خصم من المدارس إن الحكومة تحدد، يا إما موضوع إنه الآباء يدفعوا. هذا اللي أنا شايفه واضح لحد الآن. السؤال القوي، شو قدمت الحكومة؟ شالت ضريبة عنا، ساعدتنا بأمور، يعني بتوقع إحنا ما لازم نتوجه لأمور فرعية، للموضوع الرئيسي هي الضريبة. يسعد صباحكم. المايك معك.